قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وطمنا على حالة الطقس، وكمان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. صباح الخير عليك يا ليندا. الحقيقة شاذلي في استقرار في درجات الحرارة، امبارح القاهرة سجلت 35، النهاردة كمان بتسجل 35، وباقي الأسبوع ما بين 35 و34. طيب الحمد لله إنه ما فيش ارتفاع أكتر من كده. الحمد لله. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل 19.74، أما الشراء فسجل 19.65. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه وقرش، والشراء سجل 22.91. الفرنك السويسري البيع سجل 19.48، أما الشراء فسجل 19.39. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.34، أما الشراء فسجل 60.93. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه و9 قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 861 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1005 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1149 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8040 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.